الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده نستعين به نستهديه نسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا محمد رسول الله صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم، وأذكركم بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أما بعد، إخواني المؤمنين، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف عظيمة خلدها لنا علماء السير تنبه إلى عظمة تشريع الله سبحانه وتعالى. ولعل من أعظم هذه المواقف تلك التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف خطيبا على منبره ليعظ الناس بشكل عام. وإننا في هذه الأيام المباركة أيام الحج الفضيلة تطالعنا ذكرى عظيمة وموقف جليل، ألا وهي خطبة الوداع، خطبة الوداع في آخر حجة في حياته صلى الله عليه وسلم، حيث وقف خطيبا في يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة ليوجه خطابا عاما شاملا إلى 100,000 من المسلمين أو يزيدون قد حضروا الحج ونقلوا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنحاء بلاد العرب. إخواني المؤمنين، هنا وفي هذا الموقف العظيم تتجلى لنا عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأ الدعوة إلى الله وحيدا وبعد 20 سنة يصبح الإسلام أمة ودولة. سبحان الله، إنه الصدق مع الله. إخواني، نعم إنه الصدق مع الله، وهذا هو توفيق الله سبحانه وتعالى للصادق معه، وإنها عظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي صدع بالحق وجاهد في الله حق الجهاد فلم يكد يرتح في ليل ولا نهار مشغولا بالعمل في سبيل الله والدعوة إلى الله. إخواني المؤمنين، في ذلك الموقف من عرفات وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابا إلى الأمة جمعاء، حبها على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، فكان مما جاء فيها قبل أن نبدأ بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يجب أن تستشعروا أن النبي هو الذي يخاطبكم وهو الذي يقف على منبره ليعظكم وليعظ الناس. فقال: أيها الناس اسمعوا قولي
اسمعوا قولي أيها الناس بأذان بأذان هذه الأذان وأذان القلب، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا. شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سينتقل إلى رفيق الأعلى فقال لهم هذا الكلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم. النبي عم يحذركم إخواني في يوم قيامة، في يوم آخر، هذا اليوم الذي سيقف الناس فيه أمام ربهم ويسألهم عن أعمالهم في هذه الدنيا، الدنيا الفانية لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فيسألكم عن أعمالكم. وقد بلغت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وقد بلغت، أي قد شال الأمانة من رقبته صلى الله عليه وسلم، قد وضع الأمانة عندهم وهو وضعها عنه صلى الله عليه وسلم. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. سيدي يا رسول الله، ليتك كنت بيننا لترى أي دهماء خرجت لتستحل من دماء المسلمين ما حرمت وأغلظت حرمته. أصبح اليوم بعض الفرق الضالة تستبيح دماء المسلمين باسم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأعمال السخيفة التي يعملونها، إذا صلى المؤذن بعد الأذان على النبي صلى الله عليه وسلم يقطعون رأسه، وإذا حضر مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بذكرى مولد رسول الله قطعوا رأسه وقتلوه بتهمة الشرك، هذا أشرك. وإذا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد عبده، هكذا عندهم. ولعبت بدينك وشرعك يا رسول الله، وراحت تستبيح الدماء باسم شرعك يا رسول الله. أصبحوا لا يفرقون بين ذبح المسلم وبين شربة الماء، وهم يقطعون رأس المسلم يقولون الله أكبر، أي إله تكبرون. فهذا حالنا يا رسول الله، هذا حال الأمة التي ضحيت من أجلها يا رسول الله، من أجل نجاتها ومن أجل سعادتها في الدنيا والآخرة. باتت اليوم يذبح بعضها بعضا ويستبيح بعضها دماء بعض ويركب بعضها رقاب بعض. أيها الناس، أيها الناس، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقضى الله أنه لا ربا. فيا سيدي يا رسول الله، لو رأيت حال أمتك اليوم لأنكرتهم وما عرفتهم، فقد باتت أموالهم ومآكلهم ومشاربهم مغموسة بالربا، واستعبدهم الدينار والدرهم حتى قالوا للدينار إياك نعبد، وحتى باتوا لا يؤلون جهدا في تحصيل المال بالحلال أو الحرام حتى يحصلوه. فمن المعاملات البنكية الربوية إلى دين الفائدة إلى ما هنالك. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك، ولكنه إن يطع. أتعلمون ما معنى إطاعة الشيطان؟ إطاعة الشيطان تعني غضب الرب، إطاعة الشيطان تعني غضب الإله. ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي مما تحقرون من أعمالكم. أيها المسلمون، أنتم ترضون إبليس وتغضبون الرب، يجب أن لا نكون هكذا. أين المسلمين الذين عهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين المسلمين الذين ترك لهم الدين النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدي يا رسول الله، لو أنك ترى ذلك الشيطان الذي يئس أن يعبد في زمانك في أرض العرب من دون الله، فقد عبدت العرب شهواتها ونفوسها وملوك الغرب، فقد بدلت دينها إلا قليلا، وعاد ذلك الشيطان الذي يئس أن يعبد بأرض العرب ربا لكثير من الناس وإلها لكثير من الناس،
الذين عصيتهم يا سيدي يا رسول الله بإخراج اليهود والنصارى من ديارهم ومن أرضهم، كي لا تبقى بيعة ولا كنيسة يظهر فيها الشرك بالله، وكي لا يبقى إلا المسجد يوحد الله حق التوحيد لا إله إلا الله. بات اليوم يبنون في أرض العرب المعابد للبوذية والمسيحية والهندوسية إلى ما هنالك، فهذا حالنا يا رسول الله، هذا حالنا يا رسول الله بعد أن يئس ذلك الشيطان وأن يعبد في أرضنا. أيها الناس، إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين الفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. إخواني، المرأة عندك هذه أمانة من الله عندك، هذه أمانة من الله عندك وليست أمانة، تعاملها كما تعامل الأمن. وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله سبحانه وتعالى، فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. النبي هكذا قال لهم في حجة الوداع، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إني بلغت الدين، فاشهد يا رب. وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. الدنيا والشهوات والملذات إلى ما هنالك، لا، فهذه هي من أبعد الأشياء عن الهداية. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة نبيه. ماذا يعني كتاب الله؟ كتاب الله يعني أن نقرأ سورة الكهف في كل جمعة، وسورة ياسين بعد الصبح، وسورة الملك بعد العشاء، ثم نطوي المصحف فنضعه على الطاولة. لا، القرآن هو أن تطبق وتعمل ما جاء به. فقد قال أحد الصحابة: إنا نتعلم عشر آيات عشر آيات، عشر آيات عشر آيات. ماذا تفعل أيها الصحابي الجليل؟ علمنا. قال: أحفظهن وأطبقهن وأعمل بهن، ثم أبلغهن وأحفظ أخرى، وأحفظ آيات أخرى. وأما السنة، سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما هي؟ هل هي حمل السواك ولبس الجلابية والطاقية؟ لا إخواني، هذه من السنن، ولكن السنة هي أن تفنى وتفني حياتك في الدعوة إلى الله وفي هداية الناس. هكذا كان النبي، وهذه هي السنة، لكن هذه للرجال، فأين الرجال الآن؟ سيدي يا رسول الله، لو أنك كنت بيننا وترى ما وصيت به، فقد هضمت المرأة حقها في الميراث، في الميراث الذي شرعه الله لها، وصارت في نظر من يدعون أنهم ممثلو شرعك متاعا يباع ويشترى. النساء صرن متاعا يباع ويشترى، كالأمة حين تتزوج، كأنه صار في بيتك أمة لتخدمك. النبي صلى الله عليه وسلم إخواني كان يكنس بيته ويخيط ثوبه، وحتى أنه كان يمسح حذاءه بنفسه صلى الله عليه وسلم. وأما كتاب الله فقد بات في بيوتنا ومساجدنا لا يفتح من رمضان إلى رمضان، فضلا عن هجر الأمة له في التشريع والمنهاج. وأما سنتك يا رسول الله فقد باتت وراءنا ظهريا، فبعد أن كان سلفنا الصالح يؤدونها لأنها سنتك، صرنا نهملها لأنها سنتك. السلف الصالح إخواني تقول له: هذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتركها أبدا. أما الآن وللأسف بعض العلماء هكذا تقول له: إن صلاة التهجد سنة، يقول لك: هي سنة، مضر مصلية. بتقول له: صيام اثنين وخميس سنة، يقول لك: هي سنة، مضر مصومة.
هذا هجر لسنة صلى الله عليه وسلم. هذا هجر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، إنك قلت لنا إن المسلم أخو المسلم وإن المسلمين أخوة، نستميحك عذرا يا سيدي يا رسول الله، فقد أضعنا أخوتنا في الله وقطعنا أرحامنا واستبدلنا بها أخوة أهل الدنيا. إليك المشتكى مما دهانا يا رسول الله، إليك المشتكى مما دهانا يا حبيب الله، تكرم رحمي إحسانا حمانا يا عظيم الجاه، دهتنا صدمة البلوى وعنك السر قد يروى، وقد جئناك بالشكوى تدارك يا حبيب الله، تدلنا نحوك الخاطر وأنت المسعف الناصر، حنانا يا أبا الطاهر وغوثا يا رسول الله، تشفع يا رسول الله فينا، فما نرجو الشفاعة من سواك، وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك. إخواني المؤمنين، كانت هذه من أطول الخطب التي وصلتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها آخر خطبة، ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا البلد بعد أن توفاه الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه، مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع، ولا يعطي ويمنع، ولا يخفض ويرفع إلا الله. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى مقسما بكتابه العظيم: والفجر وليال عشر. يقسم ربنا بالليالي العشر وفجر العيد، الليالي العشر الأول من ذي الحجة، لعظيم شأنها عند الله سبحانه وتعالى، لعظيم شأنها عند الله، لم تذكر في القرآن فقط بل وأقسم بها من الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ جهاد في سبيل الله يعني أن يذهب الرجل ويقتل ولا يعود أبدا إلى الدنيا. فقال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، فهذا أفضل من ليالي العشر، ولكن ليالي العشر أفضل شيء عند الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا، لا نقول لكم اغتنموا هذه العشر فقد مضى نصفها، نقول لكم اغتنموا ما تبقى من هذه العشر، فإننا لم نلحق القطار، فماذا نفعل؟ نتعلق بذنبه إذا ما لحقنا، نتعلق بذنب القطار يوصلنا محل ما دي وصل الركاب. نحن ما لحقنا الأيام عشر، في البعض منا ما صام، بيصوم هلا، ففي صيام يوم عرفة، اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في صيام يوم عرفة مغفرة لسنة فائدة وسنة قادمة. صيام يوم 9 ساعات مغفرة لسنتين. فأكثروا من الدعاء فيه، أكثروا من الدعاء فيه. فقد قال العارفون بالله الأولياء، قالوا، وقال أيضا السيد الحسن رضي الله عنه، قال: هو يوم يرجى فيه للعقيم الولد. العقيم الذي يأس من إنجاب الأولاد، خلاص هذا يأس، ولكن إذا دعا الله في يوم عرفة قال فإن الله سيجيب له، لأن الله يفتح بابه ليس للحجاج فقط بل لمن نيته أن يحج ولم يستطع. وإن أبواب الله دائما مفتوحة إخواني، فادخلوا فيها إخواني، والله تنالوا السعادة يا إخوان،
والله إخواني مغفرة الله شيء لا يعطيه الله إلا للصادق، ولا يعطيه الله إلا للمؤمن الصادق الذي يريد المغفرة. وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الله في كتابه العظيم حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك في العالمين حميد مجيد، إني داع فأمنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي يا مولانا كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من لم يكن فينا من لم يكن له نصيب إلى أن يزور بيتك الحرام، فارزقه اللهم في العام القادم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من زيارة الكعبة يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا للدعاء فأنت أهل للإجابة. اللهم إن لم نكن أهلا للدعاء فأنت أهل للإجابة. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة إجابة، ألا تدع يا إلهنا لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأراضين والسماوات، ويا غافر الذلات اغفر ذلاتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك إلهنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم. الله